بعد فترة استراحة قصيرة بمطار باماكو سينو الدولي، تشكل موكب قائدي البلدين، حيث رافق فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا جلالة الملك إلى مقر إقامة جلالته بالعاصمة المالية. وعلى طول الطريق التي مر منها موكب جلالة الملك ورئيس الجمهورية في اتجاه مقر الإقامة الملكية، احتشد أبناء مدينة باماكو للتعبير عن فرحتهم بالزيارة الملكية والترحيب بمقدم العاهل الكريم في ثاني زيارة يقوم بها لهذه الجمهورية الصديقة، كما يعبرون عن تقديرهم للجهود الخيرة التي يقوم بها جلالة الملك لفائدة الساكنة الإفريقية، ترجمة لالتزام المملكة المغربية الدائم والمتواصل تجاه القارة السمراء، وهو توجه تمليه الاعتبارات الدينية وتمليه الاعتبارات الإنسانية وتمليه اعتبارات الانتماء لهذه القارة التي يعمل جلالة الملك جاهدا مع قادة دولها من أجل رفاهية وازدهار ونماء شعوبها. ساكنة مدينة باماكو يعربون عن الأمل في أن تفتح الزيارة الملكية لجمهورية مالي أفاقا أرحب لتقوية العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خدمة لطموحات شعبين شقيقين تجمعهما قواسم الانتماء الجغرافي والمصير المشترك والقيم الكونية التي يتقاسمها البلدان مع المنظومة العالمية، معتمدين في ذلك على الانفتاح على المحيط الدولي مع الاحتفاظ بأصالتيهما وهويتيهما الثقافية والحضارية. وقف سكان مدينة باماكو من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية لترجمة أحاسيس الحب والتقدير ومشاعر المودة والاحترام التي يكنونها لشخص جلالة الملك، واستشراف آفاق علاقة أقوى وأعمق، سيما وأنها علاقات مبنية على قيم مستمدة من الانتماء للأمة الإسلامية بكل مظاهر التعبير وبكل مباهج الزينة. يتجلى عمق الوشائج الأخوية والصداقة العريقة بين دولتين إفريقيتين مسلمتين تحظوهما رغبة صادقة والتزام قوي للعمل سويا من أجل صالح بلديهما المرتبطين بروابط التكامل والتضامن والتآزر. يوم مشهود تعيشه العلاقات المغربية المالية، يبرز فيه سكان العاصمة باماكو من مختلف الفئات ومختلف الأعمار عما يكنونه للمغرب ملكا وشعبا من تقدير واحترام ومن امتنان وعرفان، أهازيج شعبية وألوان فنية محلية تعطي للمناسبة طابع الاحتفالية وتجعل من الزيارة الملكية حدثا مشهودا موسوما بروح الصداقة والاحترام المتبادل. مظاهر فرحة عارمة وبهجة بادية في شوارع باماكو تعبيرا عن تجذر الصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية المالية. قرون طويلة من الروابط رسخت لدى الشعبين المغربي والمالي شعور التفاهم والتقدير المتبادل. بهذه الأجواء الاحتفالية على المستويين الرسمي والشعبي، يبدأ صاحب الجلالة زيارة رسمية لمالي كأول محطة في جولة ملكية جديدة، وإمعانا في التقدير والإكبار والامتنان. خفرت فرقة من خيالة القوات المسلحة المالية موكب جلالة الملك ورئيس الجمهورية المالية عند اقترابه من مقر الإقامة الملكية. مراسيم تقام لكبار ضيوف هذا البلد الصديق المسلم الذي تجمعه بالمملكة المغربية روابط عريقة وتاريخية تمتد على مدى عقود طويلة من الزمن، ويسعى البلدان إلى تقويتها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين. وجريا على التقاليد المرعية، يقدم الثمر والحليب للرئيس المالي وجلالة الملك الذي بدأ جولة
إفريقية جديدة يزور خلالها كلا من الكوت ديفوار وغينيا كوناكري والجابون.